السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو هذا سنقوم بتصحيح سلسلة التمارين رقم 1 للدرس الأول للفيزياء للسنة الثانية بكالوريا لجميع الشعب العلمية اللي هي الموجات الميكانيكية المتوالية. دونك بداية الرابط ديال هذه السلسلة غنخلي لكم في أسفل ديال هذا الفيديو في صندوق ديال الوصف، هو أيضا الرابط ديال الدرس اللي مازال ما طلعش عليه. إذا التمرين الأول يقول نحدث في لحظة تي تساوي صفر تشوها في نقطة إس من حبل. إذا عندنا هنا واحد الحبل، عند اللحظة تي تساوي صفر درنا واحد التشوه في النقطة إس اللي كنعتبروها المنبع ديال التشوه، يعني لا سورس. يعطي الشكل جانبه ومظهر الحبل في لحظة تاريخها تي واحد تساوي 2.4 سكوند. إذا عند اللحظة تي واحد تساوي 2.4 سكوند الشكل ديال هذا التشوه هو هذا، بحيث أن إم واحد اللي هو موضع مقدمة التشويه وصل لهذا الموضع هذا عند لحظة تي واحد، وإن واحد موضع ذروته دونك أقصى ارتفاع ديال هذا التشوه هو إن واحد، وبي واحد موضع مؤخرة هذا التشوه. دونك هنا إذا لاحظتوا في هذا الشكل هذا كل تدريجة كتمثل لنا واحد متر، إذا هنا المسافة بين متر. إذا ردوا بالكم مع المعطيات، السؤال الأول يقول هذه الموجة المنتشرة طول حبل طولية أم مستعرضة؟ على الجواب، إذا حنا شفنا في الدرس بأن الموجة المنتشرة طول الحبل فهي موجة مستعرضة. لماذا؟ لأن اتجاه ديال التشويه، الاتجاه ديال التشويه هو هذا، دونك التشويه كيوقع بحال هكا، يعني ملي كتوصل الموجة لواحد النقطة، شنو كيطرى ديك النقطة؟ كطلع الفوق، إذا هذا اتجاه ديال التشويه. في حين أن اتجاه ديال انتشار الموجة هو هكا، أن الموجة كتمشي أفقيا، إذا كتمشي بحال هكا. هنا غتلاحظوا بأن اتجاه ديال التشويه اللي هو هذا الرأسي عمودي على اتجاه الانتشار، دونك ملي كيكونوا متعمدين نقول بأن الموجة فهي مستعرضة. إذا هنا غادي نكتب مستعرضة، مستعرضة تعليل ديال الجواب، لأن اتجاه التشويه، لأن اتجاه التشويه عمودي، لأن اتجاه التشويه عمودي على دونك اتجاه التشويه عمودي على اتجاه الانتشار، على اتجاه الانتشار، على اتجاه انتشار الموجة، اتجاه انتشار الموجة. فوالا، إذا كانوا على استقامة واحدة، إذا كان اتجاه الانتشار وديال الموجة واتجاه التشويه على استقامة واحدة، في هذه الحالة نقول بأن الموجة طولية. السؤال الثاني يقول احسب سرعة الموجة طول الحبل. إذا حنا شفنا في الدرس بأن العلاقة ديال السرعة كنعبروا عليها بالعلاقة التالية، في تساوي دي على دلتا تي، بحيث أن دي هي المسافة اللي قطعتها الموجة. حنا كنهضروا عند اللحظة تي واحد، تي واحد فين وصلت الموجة؟ وصلت لموضع إم واحد، إذا دي هنا هي من إس حتى لإم واحد. إذا S حتى M1 دائما كناخذو حتى المقدمة ديال الموجة. بالنسبة لديلتا تي هي تي واحد، دونك ديلتا تي هي تي واحد، هي في الواقع تي واحد ناقص تي زيرو، دونك تي واحد ناقص تي زيرو هي 2.4 ناقص صفر، بمعنى 2.4 يعني تي واحد، يعني كنديرو اللحظة اللي وصلت فيها الام واحد ناقص اللحظة اللي انطلقت منها من المنبع، عند اللحظة تي تساوي زيرو انطلقت من المنبع، إذا خصنا ندير 2.4 ناقص زيرو، إذا هي 2.4. الوغ بالنسبة ل اس ام واحد غنحسبو، دونك عندنا هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذا ستة متر، إذا اس ام دونك اس ام واحد هي ستة متر، بالنسبة ل تي واحد هي 2.4 سكوند، 2.4 سكوند، دونك غنديرو تطبيق عددي ستة على 2.4 غتلقاوها هي 2.5 متر بار سكوند، أولا متر في سكوند موازن، إذا هذه هي السرعة ديال انتشار الموجة. السؤال الثاني يقول ما المدة الزمنية دلتا تي التي تستغرقها حركة نقطة ما من حبل؟ إذا حنا كنعرفوا بأن في تساوي دي على دلتا تي، دونك حنا كنقلبوا على دلتا تي، إذا شنو غادي ندير؟ دلتا تي هنا قسمة غنديها عند في غترجع الضرب، في ضرب غنجيبها للجهة أخرى ترجع قسمة، يعني كنبدلو لهم الأماكن، إذا هي دي على في، دونك بحيث أننا كنقلبوا على المدة اللي كتستغرقها حركة ديال واحد النقطة، دونك باش نعرفوا هذه المدة خصنا نكونوا عارفين الطول ديال الموجة. طول ديال الموجة، طول ديال الموجة هو هذا، هو من هنا من بي واحد حتى ام واحد، إذا إلا لاحظتوا عندنا واحد جوج متر، إذا طول ديال الموجة هو 2 متر، دونك طول الموجة، طول الموجة هو 2 متر، طول الموجة 2 متر، إذا غنعتبروها دي تساوي 2 متر، ثم بالنسبة لفي راح نحسبناها هي 2.5 متر بار سكوند، إذا في تساوي 2.5 متر في سكوند موازن، ثم كنديرو التطبيق عددي، إذا جوج متر على 2.5 متر
للسكوند، دونك عندنا السكوند في البسط في المقام غنختزلو عليه، اذا المده الزمنيه كتكون بالثانيه. اذا جوج الى قسمنا على 2.5 غادي نلقاو 0.8 سكوند. شنو كتعني هاد 0.8 سكوند؟ هي المده الزمنيه اللي كتستغرقها حركه نقطه من الحبل، يعني ملي كيوصل هاد التشويه لواحد النقطه، مثلا الى وصل النقطه كي، هاد النقطه كي غتبقى في التشوه لمده 0.8 سكوند، يعني غتطلع الفوق ثم عاد غتهبط، وهاد المده هادي خصها 0.8 سكوند. دونك كنتمنى ان الجواب يكون واضح. دابا غنمشيو للسؤال 4. السؤال 4 يقول حدد عند تي واحد النقط التي تنجز حركه نحو الاسفل والنقط التي تنجز حركه نحو الاعلى. دونك حنا كنعرفوا بان الموجه ملي كتوصل لواحد النقطه، دونك شنو كدير هذه النقطه هذه؟ فهي كتحرك نحو الاعلى. مثلا الى وصلت الموجه للنقطه ام واحد، شنو غيطرى؟ هاد الام واحد غطلع لفوق، ثم من بعد غادي تهبط وغتستقر في المكان ديالها. دونك وبالتالي هاد الموجه هادي ممكن نقسموها لجزئين، اذا هنا عندنا جزئين، هاد الموجه هادي غنفرقوها لجوج لقطعتين. دونك القطعه الاولى غنعتبروها هي من بي واحد حتى ان واحد، هاد من بي واحد حتى ان واحد شنو كيوقع ليها؟ فهي غتحرك نحو الاسفل لانها طلعت، اذا هادي خاصها تهبط، غادي تهبط. لان لاحظوا معايا دابا ان واحد فين كاينه؟ كاينه في القمه، اذا شنو خصها يطرى ليها؟ خاصها ترجع بلاصتها، خاصها تنزل، لان اي نقطه بحال بي واحد، بي واحد ملي وصلت على الموجه شنو دارت؟ طلعت لفوق، من بعد عطات البلاصه. اذا هنا كذلك ان واحد فهي طلعت لفوق، اذا خاصها تهبط. وبالتالي كاع هاد النقط اللي كاينين ما بين بي واحد وان واحد، هاد القطعه هادي، هاد النقط هادو كلهم شنو غيديروا؟ خصهم يهبطوا. علاش؟ حيت ان واحد خاصها تهبط. ثم الجزء الثاني، الجزء الثاني ديال هذه الموجه او القطعه الثانيه هي من ان واحد حتى ام واحد. دابا كتعرفوا بان هذه الموجه ملي غتوصل ام واحد شنو خصو يوقع عليها؟ خصها تطلع. اذا هاد النقط ديال هذه القطعه من ان واحد حتى ام واحد شنو خصو يطرا لهم؟ خصهم انه يطلعوا للفوق، ثم من بعد غيعاودوا يرجعوا للمكان ديالهم. دونك وبالتالي غادي نكتب عند وصول الموجه الى نقطه، دونك فإنها تتحرك نحو الأعلى، تتحرك نحو الأعلى ثم تنزل لتستقر في موضعها، يعني في مكانها، في موضعها. دونك وهكذا فإن النقط أو لا غير نقاط القطعة، دونك فإن نقاط القطعة دونك كنهضرو على القطعة اللي هي إن و بي واحد إن واحد هادي شنو غيطرى ليها؟ فهي تتحرك نحو الأسفل، غتهبط، تتحرك نحو الأسفل بينما نقاط القطعة N1 M1 شنو غيطرى؟ فهي ستتحرك نحو الأعلى، تتحرك نحو الأعلى. وهنا ملي كنهضرو على نقاط القطعة، يعني كنهضرو على جميع النقاط المنتمية لهذ القطعة. إذا أي نقطة خديتيها هنا، هاد النقاط كاملين اللي كينتميو للقطعة بي واحد إن واحد غيهبطو لتحت، وهاد النقط اللي كينتميو للقطعة إن واحد إم واحد غيطلعو للفوق، وهكذا. السؤال 5 يقول مثل مظهر الحبل عند لحظة تي جوج تساوي 3 سكوند. دائما ملي كيقول لك باش نمثلو مظهر الحبل عند لحظة تي واحد تساوي صفر، حنا كنحسبو المسافة، يعني المسافة اللي غتوصل ليها الموجة. دونك غادي نفترضو مثلا عند تي اثنان تصل الموجة، أو لا تصل مقدمة الموجة، تصل مقدمة الموجة لواحد النقطة، واحد النقطة أخرى، مثلا غنسميوها إلى مثلا النقطة، نسميوها مثلا حنا M2 على سبيل المثال، سميها اللي بغيتي. دونك خصنا نعرفوا هذه المسافة ديال M2 بشحال بعيدة. باش نعرفوا هذه المسافة كنطبقوا العلاقة ديال السرعة. إذا نعلم أن V تساوي D على دلتا تي، حنا كنقلبوا على المسافة، دونك دي تساوي دلتا تي غندي عند في غترجع للضرب، اذا في دلتا تي. دونك دي في هذه الحاله شنو هي؟ دي هي المسافه من المنبع، اذا من اس حتى لاش؟ حتى ام جوج. هنا راه ماشي هي اللي كاينه في الشكل، ماشي ام واحد ديال قبيله، هذه غير نقطه اخرى، هذه ماشي ام واحد، هذه غير نقطه اخرى غتوصل ليها الموجه عند لحظه تي 2. دونك هي اس ام جوج
كتساوي لينا في، في هي السرعة حسبناها قبيلة هي 2.5، إذا غندير تطبيق عددي 2.5، ثم غادي نضربها في دلتا تي اللي هي تي جوج، اللي هي المدة الزمنية من اس حتى الام جوج اللي هي 3.6، إذا غنضربها في 3.6، إذا دلتا تي هنا راه تي اثنان في 3.6، إلا حسبتي 2.5 في 3.6 غتلقاوها بالضبط كتساوي 9 متر. 9 متر. إذا شنو غادي نديرو باش نحصلو على مظهر الحبل عند اللحظة تي 2 تساوي 3.6؟ نزيح مقدمة الموجة، هاد الموجة هادي، دونك هاد الموجة اللي تعطات لكم في الشكل الأول، كنديرو ليها إزاحة بمسافة 9 متر من المنبع إس، ماشي من إم واحد، كنحسبو 9 سنتيمتر من إس، إذا عندنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، إذا 9 هي هادي، دونك هاد الموجة هادي كنديرو ليها الإزاحة حتى هنا، ثم كنرسموها على هاد الشكل هذا كيما هي. إذا غادي نكتب هنا، دونك نزيح مقدمة الموجة، دونك نزيح مقدمة الموجة، نزيح مقدمة الموجة بمسافة، بمسافة، دونك نسميوها دي كما لقينا، دي تساوي 9 متر عن من المنبع، من المنبع إس، من المنبع إس. دونك باش نمثل مظهر الحبل شنو غندير؟ غنحسب 9 سنتيمتر من اس، اذا اس هي هادي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، اذا 9 هي هادي، والموجه كنعرفوا بان الطول ديالها فيها 2 متر، وبالتالي غادي نرسمها على هذا الشكل، كنرسم نفس الشكل ديالها، دونك بحال هكا، ثم من بعد كنهبط لهاد البلاصه هادي، اذا هنا غادي تكون عندي ام اثنان، اذا مقدمه الموجه غتوصل ام اثنان، دونك كنعتذر على الجوده ديال الشكل ما رسمتوش مزيان حيت ما كتحكمش مزيان في هذا السيلو هذا، اذا هذا هو مظهر الحبل عند لحظه تي 2 تساوي 3.6. ثم السؤال المولي يقول نعتبر نقطة كي تبعد عن النقطة اس بالمسافة 12 متر، إذا عندنا هنا واحد النقطة كي بعيدة عن المنبع 12 متر، السؤال سيقول في أي لحظة تبدأ النقطة كي الحركة؟ دونك في أي لحظة شنو مطلوب منا؟ يعني مطلوب منا نحسبوا المدة الزمنية، إذا نطبق العلاقة في تساوي دي على دلتا تي، دونك حنا كنقلبوا على اللحظه اللي هي دلتا تي، وبالتالي غادي نكتبوا دلتا تي، نسميها مثلا انا تي 3، يعني اللحظه اللي غتوصل فيها الكي، دونك تي 3 شنو هي؟ هي دي على في، دي على في، دونك دي، دي هي اس كي، يعني المسافه من اس حتى كي، ثم في راه حنا كنعرفوها، دونك تطبيق عددي اس كي هي 12 متر، في هي 2.5. دونك غدير تطبيق عددي غتلقاها تساوي 4.8 سكوند، إذا اللحظة اللي غتبدا فيها النقطة كي بالحركة هي ملي غدوز 4.8 سكوند، يعني عند 4.8 سكوند. السؤال 7 يقول في أي لحظة تتوقف النقطة كي عن الحركة؟ دونك بغينا نعرفو هاد النقطة كي وقتاش غتوقف على الحركة؟ دونك المدة الزمنية باش غتوصلها الموجة غتوصلها اللحظة اللي غتوصل فيها الموجة غتوصلها مع 4.8، وديك الساعة تبدا الحركة، وحنا بغينا نعرفها معاش غتوقف، شنو معنى ديال معاش غتوقف؟ ملي غتوصلها الموجة شنو غدير؟ غتطلع حتى لأعلى قمة ديالها وغتعاود ترجع بلاصتها، هي في الواقع عفوا راه كطلع في بلاصتها، إذا كتحرك حتى الفوق ومن بعد كتعاود تهبط، إذا حنا بغينا نعرفو معاش غادي توقف، يعني شحال خصها ديال الوقت باش تطلع وتنزل. دونك باش نحسبوا هذا الوقت هذا غنسميوه مثلا انا تي، هنا سمينا تي 3 غنسميها مثلا تي 4، اذا تي 4 هاد تي 4 شنو غتساوي لينا؟ غتساوي لينا المده الزمنيه باش غتوصلها، يعني غتساوي لينا تي 3 يعني الوقت اللي غتوصلها فيها الموجه اللي هو 4.8، زائد الوقت اللي كتستغرقوا الموجه، الوقت اللي كتستغرقوا الموجه احنا حسبناه، حسبناه في السؤال 3، ما المده الزمنيه دلتا تي التي تستغرقها حركه نقطه ما من الحبل، يعني اي نقطه كتوصلها الموجه كتستغرق 0.8 سكوند. دونك هنا اذا هاد دلتا تي هي المده اللي كتستغرقها حركه ملي كتوصل واحد الموجه، وبالتالي كنزيدوا لها دلتا تي، دونك ملي غنزيدوا لها دلتا تي، تي 3 هي 4.8، غنزيدوا لها دلتا تي اللي هي زائد 0.8، دونك تطبيق عددي غتلقاو 5.6، 5.6 سكوند. فوالا، دونك هاد 5.6 كتعني بأن كتعني الوقت اللي غتوقف فيه النقطة كيعني الحركة، هنا غير باش نتفاهم، عند لحظة 4.8 سكوند الموجة غتوصل للكي، يعني ملي غدوز 4.8 سكوند الموجة يلاه غتوصل للكي، وغتبدا في الحركة، وهاد كي هادي شنو غدير؟ غطلع الفوق وغتهبط لتحت، وباش طلع الفوق وتهبط لتحت خصها 0.8 سكوند، إذا باش نعرفو حنا معاش غادي توقف، شنو كنديرو؟ كنديرو مجموع ديالهم.
فوالا. اذا هذا الجواب على السؤال. اذا كنتمنى ان هذا التمرين يكون واضح، هو هذا تمرين تطبيق مباشر ديال العلاقات. دونك دابا ندوزو للتمرين اثنان، يقول لقياس سرعة انتشار الموجات الصوتية في الهواء ننجز التركيب التجريبي الممثل أسفله، يفصل بين الميكروفونين R1 و R2 مسافة D تساوي 1.70 متر. دونك بغينا نحسبوا السرعة ديال انتشار الصوت في الهواء، خدينا جوج ديال الميكروفونين، خدينا ميكروفون R1 وميكروفون R2 وبيناتهم واحد المسافة اللي هي D. هاد المسافة هذه هي 1.70 متر، دونك دي هي 1.70 متر. نعطي الحساسية الأفقية 1 ملي سكوند بار ديفيزيون، الحساسية الأفقية ديال الرسم التذبذب. الحساسية الأفقية يعني هنا كنهضروا على الزمن، كتعرفوا بأن هذا هو محور ديال الزمن، وهذا دونك هذا على حسب ملي كنهضروا على التوتر الكهربائي راه كيكون، ملي كنهضروا على الكهرباء هذا راه كيكون التوتر، ولكن حنا هنا في الموجات غناخذوا غير بعين الاعتبار غير هذا الزمن اللي هو هذا المحور الأفقي. إذا هذا المحور الأفقي فهو كيمثل لنا الزمن. ثم سرعة انتشار الصوت في الماء هي 1500 متر بار سكوند موانزا. إذا السؤال الأول يقول هل الصوت موجة طولية أم موجة مستعرضة؟ إذا حنا شفنا في الدرس بأن الصوت فهو موجة طولية، موجة طولية ماشي مستعرضة. علاش موجة طولية؟ قلنا لأن اتجاه، لأن اتجاه انتشار الصوت، انتشار الصوت، اتجاه الصوت يوجد على استقامة واحدة، استقامة واحدة مع اتجاه التشويه، مع اتجاه التشويه، مع اتجاه التشويه. إذا التعليل ديال هاد باش عرفنا بأن موجة طولية راه شفناها في الدرس وشفنا التجربة في الفيديو، اللي ما شافهاش غنخلي لكم رابط ديالو في أسفل ديال الفيديو. دونك السؤال الثاني يقول يعطي المدلول الفيزيائي للتأخر الزمني طو بين الميكروفونين R1 و R2 ثم حدد قيمته. إذا السؤال هنا مطلوب منا شنو كنقصدو بهذا التأخر الزمني، شنو معنى ديال التأخر الزمني. إذا هذا التأخر الزمني أيضا شفنا في الدرس وشرحناه مزيان، وقلنا بأن هذا التأخر الزمني فهو يمثل المدة الزمنية باش كتستغرقها الموجة الصوتية لقطع المسافة دي، يعني شحال ديال الوقت باش غتقطع الموجة الصوتية المسافة من R1 حتى R2، يعني شحال ديال الوقت باش غتوصل من الميكروفون واحد لميكروفون جوج. هذا هو التأخر الزمني. دونك غادي نكتب التأخر الزمني طو، التأخر الزمني طو فهو يمثل، يمثل المدة الزمنية، يعني الوقت، المدة الزمنية التي استغرقتها، استغرقتها الموجة الصوتية، الموجة الصوتية، الموجة الصوتية لقطع المسافة، لقطع المسافة D بين الميكروفونين، بين الميكروفونين، بين الميكروفونين، بين الميكروفونين R1 و R2. إذا هذاك التأخر الزمني هو الوقت اللي غتبقى الموجة، الوقت اللي غتقطع الموجة ما بين R1 و R2. ثم مطلوب منا نحسبوا القيمة ديالو. ألو هنا باش نحسبوا القيمة ديالو، عادة حنا شفنا في الدرس بأننا كنديروا R تساوي D على D على على V، D على V، أو لا مثلا المسافة ما بين موجتين أو ما بين نقطتين، يعني ملي غتوصل الموجة من نقطة مثلا M1 حتى M2، يعني M1 M2 على V إلى غير ذلك. هذه علاقة كنطبقها، ولكن المشكل اللي عندنا دابا حنا في العلاقة، حنا باقي ما عرفناش السرعة ديال الصوت، V ما عرفناهاش، إذا ما يمكنش لينا نطبقوا هذه العلاقة، غادي خصنا نقلبوا على شي حل آخر. الحل الآخر في هذه الحالة هو غادي نستغلوا هذا الشكل ديال الرسم التذبذب. إذا في هذا الرسم التذبذب قلنا بأن هذا المحور الأفقي هذا راه كيمثل لنا الزمن، كيمثل الزمن. إذا راه ممكن نعرفوا المدة الزمنية مستغرقة ما بين موجتين. إذا عندنا الموجة الأولى هي اللي بالأحمر هنا، المقدمة ديالها هي هذه، المقدمة ديالها كاينة في هذه النقطة، غادي نمثلها بالزق باش تبان لكم، المقدمة ديال الموجة هي هذه. ثم بالنسبة للموجة الثانية المقدمة ديالها هي هذه. إذا التأخر الزمني في هذه الحالة هو الوقت من هذه المقدمة ديال الموجة الأولى حتى الموجة الثانية، يعني مثلا من M1 حتى M2، من M1 حتى M2. دونك شنو كنديرو؟ كنحسبو هاد المربعات اللي بيناتهم، يعني المربع اللي ما بين M1 و M2. دونك غتلقاو عندنا 1 2 3 4 5، 5 ديال المربعات، يعني 5 ديال التدريجات،
يعني خمسه ديال لي ديفيزيون. وحنا كنعرفوا بان كل تدريجه ها هي مكتوب عندكم الحساسيه الافقيه يعني افقي، كل تدريجه كتمثل لنا 1 ملي سكوند، 1 ملي سكوند بار ديفيزيون، يعني كل تدريجه فيها 1 ملي سكوند. وحنا عندنا خمسه ديال التدريجات، اذا شنو غادي نديروا؟ غنديروا خمسه في الحساسيه الافقيه. الحساسيه الافقيه عاده الرمز ديالها كنزلها ب اس اش ريسبونسابيلتي هوريزونتال، اذا غندير خمسه في 1 ملي سكوند. ملي سكوند خصنا نحولوها للسكوند، غنضربوا في 10 اس ناقص 3، اذا الطو هو 5 في 10 اس ناقص 3 سكوند. والا بغينا هذه بالوحده العالميه، ثم الا بغينا نختزلوا هذه الكتابه غنكتبوا 5 ملي سكوند. علاش؟ لان ملي سكوند هي 10 اس ناقص 3 سكوند. اذا كنتمنى ان الجواب يكون واضح، اذا حسبت عدد التدريجات من المقدمه ديال الموجه الاولى حتى الموجه الثانيه وضربتها في هذه الحساسيه الافقيه اللي هي 1 ملي سكوند على ديفيزيون. ثم من بعد اذا بعد ما حسبنا القيمه ديالو، السؤال الثالث يقول استنتج قيمه في ار، يعني السرعه ديال الهواء، سرعه انتشار الموجات الصوتيه في الهواء. حنا كنعرفوا بان العلاقه اللي كنعبروا عليها بالنسبه للتاخر الزمني طو، قلنا كنديروا دي يعني المسافه اللي كتقطع الموجه ما بين ميكروفونين مثلا او ما بين نقطتين، ثم كنقسموا على السرعه على في. وحنا هنا بحيث اننا كنهضروا على الموجات الصوتيه، اذا كنهضروا على في في دولار، يعني الفيتاس دولار السرعه ديال الهواء. حنا كنقلبوا على هاد في، دونك في دونك في ار سرعه الهواء تساوي هنا قسمه الى ديتها عن طو غترجع ضرب، ثم طو ضرب الى جبتها هنا غترجع قسمه، يعني غنبدلو لهم الاماكن فقط، اذا دي على طو. ثم كنديروا تطبيق عددي بالنسبه للدي، ها هي عندكم في المعطيات هي 1.70 متر، 1.70 متر غنقسموها على طو اللي هو 15 اس ناقص 3، ردوا بالكم خذوهم بالوحدات العالميه 15 اس ناقص 3. ثم كدير تطبيق عددي غتلقاه بانه كيساوي غتلقاها كتساوي بالضبط 340 متر في السكوند موازنة. وهذه هي سرعه انتشار الصوت في الهواء، هذه القيمه معروفه 340 متر في السكوند موازنة. دونك كنتمنى ان الجواب يكون واضح. السؤال 5 السؤال 4 يقول حدد قيمه التاخر الزمني طو بريم عندما نزيح الميكروفون ار2 نحو اليمين انطلاقا من موضعه السابق بمسافه ال تساوي 25 سنتيمتر. اذا بغينا نحددوا طو بريم يعني التاخر الزمني باش غتوصل الموجه من الميكروفون ار1 حتى ال ار2، ولكن نقطاش الا درنا ليه ازاحه بواحد المسافه اخرى اللي هي 51 سنتيمتر، 51 سنتيمتر فوالا. اذا هنا حنا درنا لي 51 سنتيمتر، في هذه الحاله المسافه دي راه تبدلات، ما بقاتش 1.70، المسافه دي باش درنا الازاحه دابا، المسافه دي عفوا ما بين الميكروفونين كامله هي هذه، هي دي زائد ال، دي زائد ال يعني المسافه اللي كانت في اللون 1.70 متر زائد ديك ال باش درنا الازاحه 51 سنتيمتر. اذا شنو غادي ندير؟ غنطبق القاعده دونك التاخر الزمني طو بريم شنو غيساوي لينا؟ غيساوي لينا دي بريم على في، السرعه ديال الصوت في الهواء، السرعه راه ما كتبدلش. الوغ في عندي مشكل، دابا عندي مشكل في دي بريم، دونك ولدينا دي بريم شنو كتساوي؟ كتساوي دي زائد ال، دونك دي بريم تساوي دي هي 1.7 متر عندكم في المعطيات، ال ها هي 51 سنتيمتر، 51 سنتيمتر، خصنا نحولوها للمتر غنضربوها في 10 اس ناقص 2، دونك إلا حسبتي غادي تلقاها بأنها كتساوي 2.21 متر، 2.21 متر، إذا هذه بالنسبة للدي بخيم. ثم من بعد كنديرو تطبيق عددي، إذا طو بخيم تساوي دي بخيم هي 2.21 متر، دونك درت 1.7 زائد 51 في 10 اس ناقص 2 هي 0.51. 0.51 زائد 1.7 غتلقى 2.21، إذا 2.21 غنقسمو على سرعة الصوت في الهواء هي 340 متر بار سكوند حسبناها في السؤال الأول، إذا تطبيق عددي غادي تلقاها كتساوي 6.5 في 10 أس ناقص 3 سكوند، إذا دائما كيكونوا بالوحدات العالمية. وإلا بغيتي تختزل هذه الكتابة ممكن تكتب 6.5 ملي سكوند، هو ما مطلوبش منك بالمناسبة، يعني ممكن تخليها ككتابة علمية. سؤال 5 يقول قارن في دولار مع في دولار، يعني السرعه ديال السرعه ديال الصوت عفوا في الهواء مع السرعه ديال الصوت في الماء، ثم ماذا تستنتج؟ السرعه ديال الصوت في الهواء حنا عرفنا هي 340 متر بار سكوند، والسرعه ديال الصوت في الماء هي عندنا في المعطيات هي 1500 متر، دونك لدينا في ديال السرعه ديال الهواء ديال الصوت في الهواء كتساوي 340 متر في السكوند موانزا، و
السرعة ديال الصوت عفوا في الماء هي 1500 متر في السكوند موانز. قال لك نقارنه، شو معنى ديال المقارنة؟ يعني شكون أكبر وشكون أصغر. دونك غتكتب نلاحظ أن، دونك في ديال سرعة انتشار الصوت في الماء أكبر من في ديال سرعة انتشار الصوت في الهواء. هاد 1500 متر فهي كبيرة من 340. إذا شنو كنستنتجو؟ كنستنتجو بأن سرعة الصوت فهي تتعلق بطبيعة الوسط وتنتشر بسرعة أكبر في الماء. إذا غادي نكتبو نستنتجو أن، دونك نستنتجو أن سرعة الصوت تتعلق بطبيعة الوسط وتنتشر بسرعة أكبر في الماء إذا شنو هو الهدف من هذا الاستنتاج؟ يعني أن هذه السرعة ديال الصوت راه ما كتبقاش ثابتة، راه كتبدل حسب الوسط. مثلا في الهواء كانت 340 ولكن في الماء راه 1500 متر. وهذا الشيء اللي شفنا في الدرس، قلنا بأن السرعة ديال انتشار الموجات بصفة عامة كما بغاو يكونوا فهي كتعلق بطبيعة الوسط، يعني واش صلب ولا سائل ولا غاز ثم الى غير ذلك. اذا كانت هذه النهايه ديال السلسله الاولى، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. الرابط ديال السلسله رقم 2 غنخليه لكم في اسفل هذا الفيديو هذا. كنتمنى لكم التوفيق ودمتم في امان الله وحفظه.